يشارك البرلمان العربي بوفد من أعضائه بمراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي النائب عادل العسومي، الذي يترأس لجنة مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومراقبة سلامة إجراءات الاستفتاء الشعبي. وأكد نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اهتمام البرلمان العربي بالاستحقاقات الديمقراطية والتأكد من نزاهة الاستفتاءات الوطنية لما يمثله ذلك من أهمية قصوى في تحديد مصير الأمة ومستقبلها. لمزيد من التفاصيل معي عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد عادل العسومي عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي. أهلا بك سعادة النائب. بداية، اللجنة هي تكريس لدور البرلمان العربي وأهميته في نشر الديمقراطية، برأيك كيف استطاعت اللجنة المنبثقة عن البرلمان العربي والتي تترأسها أن تكون المرآة العاكسة لتطلعات الشعوب وأمالهم؟ أخوي العزيز، طبعا احنا نتشرف كبرلمان عربي ان احنا نكون قريبين من كل الدول العربية بالذات في الاستحقاقات الديمقراطية. نعم. ودورنا ان احنا ندعم اي حراك ديمقراطي في اي دوله عربيه من خلال قوانينها ودساتيرها. طبعا مشاركتنا اليوم مشاركه حياديه، مشاركه ستعكس الاقبال الذي سيحصل في التصويت على التعديلات الدستوريه المصريه. امانه هناك يعني تسهيلات كبيرة قدمتها لنا الهيئة الوطنية للانتخابات داخل جمهورية مصر العربية. نعم. وإحنا مرينا على أو زرنا عدة لجان انتخابية. ضمن دور البرلمان مثل ما قلت لك، ضمن دور البرلمان العربي في التعاون مع كل الدول العربية في تقديم أي دعم نستطيع أن تقديمه، دعما للديمقراطية ودعما لأي استقرار داخل هذه الدول. نعم، ما هي مهام اللجنة التي تترأسونها وما هو دورها في مراقبة إجراءات الاستفتاء الشعبي؟ ما المقصود بمراقبة سلامة إجراءات هذا الاستفتاء؟ هي متابعة سلامة عملية التصويت على التعديلات الدستورية وفق الدستور المصري. احنا طبعا نتابع سلامة إجراءات التصويت، لا يكون لا سمح الله هناك قصور او هناك تجاوز معين. نرفع التقرير حق معالي رئيس البرلمان العربي، هو بدوره يرفع حق المنظمات الدوليه المهتمه في هذا الشان. دورنا حيادي، ما نتدخل في التصويت، ما نتدخل في امر اخر، مجرد هو تقييم معين لعمليه التصويت او عمليه الادلاف الاستفتاء اللي يحصل الان في جمهورية مصر العربية للتعديلات الدستورية. مثل ما قلت، احنا حياديين مع الجميع دعما من البرلمان العربي في اي حراك ديمقراطي داخل اي دولة عربية، وان شاء الله احنا سنتعاون مع اغلب الدول العربية. اي دولة تريد دعم البرلمان العربي، البرلمان العربي مستعد ان يقف معاه، وهذا دورنا القومي الذي احنا نتشرف ونحرص عليه دائما، ان تكون خطوطنا ويكون تعاوننا مع كل الدول العربيه. وطبعا امانه اليوم ما شفنا اي شيء يعني خارج سياق الطبيعي اللي يصير عمليه التصويت، وان شاء الله العمليه بتستمر اليوم وبكره وبعد بكره. مثل ما يعرف الجميع ان عمليه التصويت هي تاخذ 3 ايام، احنا قطعنا شوط اليوم او نص اليوم قطعناه، وان شاء الله بنستمر لبقيه اليوم. وان شاء الله بنقدم تقريرنا في نهايه 3 ايام لمعالي رئيس البرلمان العربي. نعم، جهودكم مشكوره ونيتنا لكم بالتوفيق. من القاهره سعاده السيد عادل العسومي عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.